احنا اليوم تشرفنا باستقبال شاعرة المليون الأخت كندا نزال اللي هي مثلت فلسطين في برنامج شاعرة المليون. طبعا احنا بنعتز فيها وبنعتز في كل اللي بمثلوا فلسطين من الخارج، وهم رسل فلسطين وسفراء لفلسطين في العالم. احنا بنعتز فيهم ونتمنى لهم التوفيق والنجاح دائما في هذا المجال اللي بيرفعوا اسم فلسطين عاليا، وخاصة في مجال الأدب اللي احنا يعني هم يمثلوا خير تمثيل. واحنا اليوم هي لها في ضمن هذه الزيارة لها أمسية شعرية في قرية بجورة في دير الخصون، ان شاء الله متأمل يكون هناك برضو حضور مميز وانه تكون اداء مميز لهم. موهبتي بلشت وانا عمري 12 سنة، كنت اكتب واعرض بالمدرسة بالجامعة، بعدين صرت ابعت لبرا دول الخليج تقييم وقيموني، وهلأ عم بشترك ببرنامج قريب كتير شاعر المليون، وأمير الشعراء عم بلش فيه كمان تدريب، ورح سافر بعد بكرة مشان التست الأخير النهائي لنطلع على التلفزيون بشهر رمضان. أنا أخذت أفضل شاعر فلسطيني لل 2011 في مهرجان الإبداع والمبدعين الناشئين في أبوظبي، ونفس الشيء بدبي على سنتين 2011-2012، ومن خلاله أنا بلشت أقدم لشاعر المليون وأمير الشعراء، وانقبلت الحمد لله للمراحل النهائية.